بعدما رفع أبناء المصرية للاتصالات علم مصر ليرفرف خفاقا في سماء بارالمبياد باريس لعام 2024 مقتنصين الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وعقب عودتهم كرم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الشباب والرياضة أبطال بعثة مصر على تحقيق هذا الفوز العالمي الساحق. شعور رائع بالزهو والفخر والسعادة والاعتزاز بما حققوا أبناء الشركة المصرية للاتصالات من بطولات رائعة ويعني إنجازات وضاءة في بارالمبيكس باريس 2024. هي يعني بصدفة كنت في باريس عقب انتهاء الدورات، وكل من لقاني ويعرف أنني مصري هنأني على البطولات الرائعة التي حققها زملائي من أبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البارالمبيكس. فخور جدا، أنا بسطت وأنا بشوف الفيديو عن الأبطال واللي عملوه في باريس وحصولهم على الميداليات ورفع علم مصر. مبسوط قوي وفخور ان هم ابناء الشركه المصريه للاتصالات. يعني فرصه ان انا اقول ان احنا الشركه المصريه للاتصالات بتدعم الرياضه وبتدعم الرياضيين وبتدعم ابنائها في الحصول على اعلى المراكز عالميا. ابطال مصر الذين رفعوا علمها خفاقا بعدما اقتنصوا 7 ميداليات في هذه الدوره البارالمبيه اشادوا بما لقوه من دعم كان هو الدافع الرئيسي وراء اقتناسهم المراكز الاولى بعد منافسات قويه بتلك النسخه من الدوره. اللعب مشروع تنموي، احنا معاه باكتر من درجه، مش بس دعم الوزاره، لكن عندنا دعم المجتمع المدني، دعم الشركات والهيئات. فالنهارده نموذج اخر الحقيقه عشان الابطال يحسوا بدور الدوله المصريه وكلنا ادوار حكوميه في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه اهتمامه بالرعايه الرياضيين منتجها اللي حضرتك شايفاه دلوقتي. يعني دي البدايه، مش دي نهايه الموضوع، لا، احنا عندنا بدايه ان شاء الله الفتره الجايه بدايه اقوى بكتير. هنبتدي نشتغل على دوله لوس انجلوس 2028، وطبعا وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليها دور كبير جدا معانا في الفتره اللي جايه في ميكانه المعلومات والاهتمام باللاعبين على اساس علمي، وان شاء الله نجيب نتيجه احسن من اللي احنا حققناها في دوره باريس ان شاء الله. والله طبعا انا فرحت على منصه التتويج بالميداليه الذهبيه وبرفع علم مصر في باريس. لما جيت النهارده عمل لي تكريم خاص من المصريه للاتصالات، ده بيتنا الثاني طبعا، وعايز اقول ان انا اول ما لعبت رياضه لعبت مع المصريه للاتصالات، وبشكر وزير الاتصالات ووزير الشباب والرياضه على وجودهم النهارده معانا ودعمهم لينا بنجاحنا. يعني احنا كده الحمد لله في تقدير من الدوله ان انت متقدر ان انت عملت انجاز، فده حاجه كويسه، ده بيديني حافز كبير ان انا اكمل طالما الدوله مقدراني كلاعبين وكده. حقا إنهم أبطال عالميون، الاحتفاء بهم فخر في التحدي والعزيمة والإصرار على تحقيق الفوز والانتصار، خاصة ببطولة عالمية كمثل هذه الذي نظمت بباريس كإنجاز رياضي كبير يضاف بأحرف من نور في سجل الرياضة المصرية، استحقوا عليه الاحتفاء والتكريم.